ضيفتنا القلم كان بوابتها إلى عوالم مختلفة وناهضت في الاحتلال بفكرة وعقيدتها وجعلت المرأة بوصلتها. وضمن فعاليات ملتقى السلام للمرأة السورية كان توقيع روايتها بنت العراب، فاستطاعت من خلالها أن توصف الحالة الدمشقية متمثلة بالحالة السورية بكثير من الرقة والعذوبة، لتؤكد من خلالها على الحب الذي يمثل طوق النجاة، وهو ما تحاول السيدة السورية ترسيخه عبر تربيتها لأبنائها. عن تجربة أنثوية ناجحة في عالم الكتابة والرواية رح نتعرف اليوم مع ضيفتنا الكاتبة والروائية إيمان الشرباتي. يسعد صباحك. صباح الخير وصباحكم غير، وكل عام والمرأة السورية بخير وانتم بخير والوطن بخير وقائدنا بخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني بداية رح نحكي هيك اليوم عن جانب انثوي مميز جدا اللي هو الكتابة والانثى، خلينا نحكي عن هذا الجانب وبدايات حضرتك بالكتابة. هلا ما فيني اقول لك امتى بلشت، انا بلشت كثير صغيرة لانه الشغف بالادب دائما يبدا مبكرا. البيئة والعوامل المحيطة كثير بتساعد. نعم. أنا نشأت في بيت أبي كاتب وشاعر، في بيتنا مكتبة كبيرة. كنت عمري 5 سنين أقعد جنبه أسمع أشعار متنبي، ابن زيدون، ابن الفارض، سياب. نعم. نمت عندي هالذائقة فبلشت بالقراءات. طبعا كان في ترشيد شو أقرأ أنا لحتى أنا أملك أدواتي أعرف شو بدي أكتب. قراءاتي كانت كثيرة، بلشت فيها تقريبا من ابتدائي، بلشت أقرأ، قريت روايات وقريت قصص وقريت أشعار. بتذكر إنه كنت بصف الثامن كتبت موضوع إنشاء، فأخذه أبي طلع فيه تبسم وأخذه. بتفاجئ انه بعد اسبوع نازل بمجله عربيه كان عنوانه بتذكر لهلا جدتي وهل في الناس كجدتي، مكتوب العنوان بقلم ايمان شرباتي. انا كنت بصف الثامن، حسيت يومها انه انا كاتبه. نعم. يعني لما نحكي عن الانثى هي مزيجه من المشاعر والعواطف، خلينا نحكي كيف ممكن ينعكس هذا على الاسلوب الادبي، وهل انعكس على اسلوب حضرتك؟ والرجل أيضا يعني كثير من الكتاب كتبوا بمشاعر المرأة بدقة تعجز هي عن كتابتها، وبالعكس في كاتبات كتبوا بلسان الرجل كمان يمكن أصدق منه. نعم. فما في يعني المشاعر والأحاسيس ما لها جنس، ما لها هوية. أكيد. يعني اليوم الأنثى بشكل عام دائما هي مبدعة خلاقة، دائما بيقولوا لك أغلب المجالات الفنية أو الشيء اللي بده كتير إحساس تبدع فيه الأنثى بالفطرة باعتبار هي كتلة مشاعر متحركة. قبل ما ندخل برواياتك بأدبنا السوري كتير من الكاتبات والروايات كان لهم أثر، مين منهم كان عرابك؟ مين منهم كان المحفز لك؟ بتستغرب يقول لك ما عندي عرابة، بس أنا كل مين كتبت نص أثرت فيني ولامستني هي عرابتي. نعم. وكل مين انتقدتني وقفت بوشي كمان عرابتي لأن دفعتي للأمام. بس ما عندي عرابة معينة، النص هو العرابة. تجارب فينا نقول النص الرواية النص هو اللي بيشدني، لأنه في كتير كاتبات سورات وبحترمهم جدا كتبوا نص كتير رائع وكتبوا نص عادي. يعني أنا ما تأثرت بس بقول لك أنا كنت أقرأ لكاتبات سوريات وبعتز فيهم، غادة السمان، الفت إدلبي، كاتبات عربيات. كنت أنا متأثرة وأنا صغيرة ببنت الشاطئ، دكتور عائشة عبد الرحمن، وهلأ كانت هلأ بالعصر هلأ الجديد رضوى عاشور. بس ما عندي عراب، حتى لما بتقري كتابتي مالي متأثرة بحدا. حلو. النص هو اللي بيشدني، هو اللي بيلامسني. مثل اي مجال ابداعي او فني يمكن في بعض الصعوبات بتواجه الانثى في مجال الكتابه، خلينا نضوي عليها مع حضرتك. ويا ترى في فرق اليوم بالكتابه بمجال الروايه او باي صنوف ادبيه اخرى بين المراه وبين الرجل؟ شوفي اشكاليات الكتابه ما بتختلف بين الرجل والمراه. إشكاليات الكتابة هي شو بدك تكتبي، شو بدك، كيف بدك تكتبي، شو الرسائل اللي بدك توصليها، وشو النمطية اللي لازم تخرجي عنها. يعني أنا مثلا روايتي بنت العراب
كتبتها ب 2015. روايتي الثانيه الغرفه رقم 4 كتبتها ب 2017. مختلفين تماما. انا لازم غير، لازم جدد، لازم طور، ما لازم انا اكرر حالي. فالصعوبه هي شو بدك تكتبي وكيف بدك تكتبي، شو الرسائل اللي بدك توصليها، مو بس نحن عم نحكي حكايه. تمام، اكيد اكيد. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن الظروف المحيطه. اي شخص بيتعرض لظروف صعبه بتاثر عليه، الكاتب او الاديب يمكن هو اكثر حساسيه، هو بيكون ناقل لكل شيء عم بيصير. تمام. وبنفس الوقت هو عم بيكون بينقل كمان مشاعره الخاصه ضمن تجربته الادبيه. خلال هي السنوات اللي مرقنا فيها بالحرب قديش تاثرتي وايضا اثرتي بكتاباتك بهذا الموضوع؟ يعني يمكن تاثري الاكبر كان بنت العراب، كانت بعز الحرب، هي بين 2010 و2014 اللي الوضع كان تداعيات الحرب كانت غامضه، الامور كان فيها توتر وخوف وقلق، هذا دفعني لاكتب بنت العراب. وحتى النهايه كانت مفتوحه بتشبه العام اللي 2014 اللي كان ما بنعرف شو بده يصير، لأنه الكتابة هي لحظة صدق، لحظة صدق تفرغي مشاعرك وتفرغي شو في بقلبك. فمشان هيك كتبت بنت العراب. غرفة رقم 4 اختلف النمط، أنا كتبت عن قضية فلسطين من خلال شاب فلسطيني مع بنت سورية، يعني البطلة بنت سورية. نعم. اليوم لما نحكي عن مجال العمل ومجال العائلة بين الطموح والنجاح وبين الالتزامات والواجبات، برأيك اليوم المرأة السورية كيف بتقدر أو كيف قدرت حققت هذا التوازن؟ هلأ في أولويات، يعني هي ترتيب أولوياتها. طبعا المرأة اللي عندها أولاد صغار بحس أعباء أكثر من المرأة اللي أولادها تجاوزوا مرحلة صاروا جامعات أو انفصلوا عنها. فبس هي بتضل ترتيب اولويات، يعني في فراغ كثير، المراه اللي عم تفتح نت 10 ساعات فيها تقصرهم تساويهم 5 ساعات وتقوم بمهام ثانيه، ما بيمنع ابدا الـ يعني الاعباء المنزليه عن شغلها الثاني. نعم، هي ترتيب اولويات بالنتيجه. أكيد، يعني يمكن هي التوليفة الخاصة بحضرتك اليوم، كل سيدة أطلعتنا على سر من أسرارها بالنجاح. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك، بنتمنى لك كل الخير والتوفيق بتجربتك. شكرا لك. شكرا كثير، شكرا كثير لكم. شكرا لك وكل التوفيق. الله يسلمك يا رب.